اوكي ركز معاي. ناخذ واحد منهم اي شكل فيه. خطوات الكوبي سهله، اختار الكوبي ثم اضغط من اليسار لليمين صح، ثم انتر او ما ادري انتر، خل رايت كليك، نختار الكوبي ثم رايت نختار الشكل ثم رايت كليك ويبه يا جماعه امسكه من المنتصف ويبته. شوف سحبته شلون صار معاك، طلع معاك الشباك برا. طبعا ممكن تصعد فوق تتحرك، ممكن تنزله تحت صدر الشاشه وتحرك في اي مستوى انت تبي. اوكي ضغطت كليك طلعت واحد نسخه برا، ضغطت كليك. الحين انا بسوي الامر هذا، بسوي له روتيشن بلفه عشان اسوي له روتيشنز. طب لو قول هيك دكتور حطيناه على هذا شو الفرق؟ لا هني داخلي وهذا خارجي. هذا تحطه من خارج. اي يعني تخيل هذا بشقه يصير شويه يعني خطا، تصميمه يصير خطا. انزين وين الروتيشنز؟ الروتيشنز كاهي. شوفون هذه اللي هي علامه السهم كاهي، شوف هلا وين؟ عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة.